لتحديد ما إذا كان طفلك مصاب بصغر الرأس، سيستفسر الطبيب على الأرجح عن التاريخ المفصل لمرحلتي الحمل بالمولود وولادته، وكذلك التاريخ المرضي المفصل للعائلة، وسيجري فحصا بدنيا حيث يقيس الطبيب محيط رأس الطفل ويقارنه بمخطط النمو، ثم يعيد القياس ويضعه رسما بيانيا للنمو في الزيارات المستقبلية. كما سيقاس أيضا حجم رأس الوالدين لتحديد ما إذا كانت الرؤوس الصغيرة موجودة في العائلة أم لا. مصدر المعلومة مايو للتعليم والبحث الطبي. يمكن أن تثير معرفة أن الطفل مصاب بصغر الرأس تساؤلات حول حالات الحمل المستقبلية، لذلك تعاون مع الطبيب لتحديد سبب حدوث صغر الرأس وإذا كان السبب وراثيا أم لا. فمن الأفضل التحدث إلى مستشار وراثي حول مخاطر الإصابة بصغر الرأس في حالات الحمل اللي هي المستقبلية. مصدر المعلومة مايو للتعليم والبحث الطبي.